انت تعتبر نفسك ملك الملوك؟ قال انا مش ملك الملوك، انا واحد من افراد شعبي. السلام. تواضعه كان يعني مثل اعلى للعالم كله. هذا 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 عرفته عن قرب انت؟ نعم. طيب اخذ الاخت ثريا المعابر، مساء الخير. اهلا مساء الورد. اهلين يا اختي، تفضلي. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. الله يعافيك. انا اول شيء حاب اشكرك على البرنامج واشكر قناه نور مينا. الله يرضى عليك يا اختي ثريا، الله يسلمك. وحاب بس يعني امسي الشخصيه اللي معك كل يوم، عن جد كثير عجبتني. تفضلي. ومساء الخير لك دكتور. هلا يا اختي، يا اهلا فيك. اهلين. اهلا فيك. انا طبعا طالب بالمدرسه وبتمنى اني اطلع مثلك. ما شاء الله. ان شاء الله. انا اتمنى اني اكون قدوه لكل اخ وكل طفل في بلدي ان شاء الله يا رب. وانت هيك يعني انا عن جد معنويتي زادت فيك، وهيك حطيت بنفسي اني اسد حالي اكثر وانه اتقدم لقدام، يعني مش خطوه واحده، اكثر من خطوه مع بعض بنفسك القوي، وهيك يعني انطيت لي معنويه كثير رفعتنا لفوق. الحمد لله. انا احمل 5 شهادات جامعيه من جامعه هيوستن، وانا طفل يعني كنت فقير، لا حتى الاكل ما كان موجود عندنا. فالانسان يعني بقدرته وارادته بصير. اخت ريا، انت باي صف؟ اتفضل. اي صف انت؟ انا صف اول ثانوي. ما شاء الله عليك، يعني ما دام عندك الجرأة انك تحكي وهذه النفسيه الطيبه، انا مطمئن ان شاء الله في يوم من الايام راح يجي زميل اخر بهذه القناه وغيره يستضيفك، وتكوني علم من اعلام الاردن. ان شاء الله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا استاذ مصطفى المناوي، بتمنى لنا طول العمر جميعا، المخرج الحبيب. ان شاء الله يا رب. انا بتمنى هذا الشيء، وشكرا لك، ومساء الخير لك ولضيوفك وكل عاملين بنور مينا. كل الاحترام. كل الاحترام. رفعت شعار. انا بالله بدي اعقب على حديث. انا احمل شهادتين توجيهي، كنت علمي، كان معي شهاده التوجيه العلمي، وكنت مش راضي عن نفسي. فقدمت دراسي خاصة توجيهي علمي في الأردن هون، دراسي خاصة، وجبت الأول في لواء عجلون. ما شاء الله. الحمد لله. لواء عجلون؟ لواء عجلون، دراسي خاصة. عظيم. ليش بالكرك العجلون، ليش رحت؟ لأن أنا كنت ضابط في الجيش. وأنت عسكري؟ عجلي وأنا عسكري. طيب إذا شو الشهادات الآن؟ خلينا نقول لأخت ثريا اللي هذا الإنسان بيقول في يوم من الأيام ما كنا يعني خلينا نقول فقير زينا، وكنا فقراء إلى الله. نعم. وتحديت الظروف والصعاب. الحمد لله. مش هيك؟ نعم. تربيت في بيت بيحترم نفسه. صحيح. ووالدك كان جندي في الجيش العربي وجرح. نعم. وأصيب في القدس بالشيخ. نعم. وأنت يعني هذا الشبل من ذاك الأسد. نعم. لكن تحديت الصعاب. أنت بتحمل رسالة العطاء والمحبة والأخوة والتحدي. صحيح. طبقتها على حياتك هذه؟ نعم، كل يوم. أنا الآن موجود في الأردن أني أحمل رسالة العطاء، رسالة الأخوة، رسالة المحبة. إمتى الإنسان يقتل على مذهبه؟ إمتى الإنسان يقتل لأنه على جنسيته؟ إحنا إذا اتحدنا لا يمكن في قوة من القوة في يوم من الأيام إنها تدمر شخصيتنا العربية. وكنتم خير أمة أخرجت للناس. أنا أمام الباكستاني كيف بخفي وجهي أمام الباكستاني المسلم وأنا خير أمة أخرجت للناس، وأنا لا أتصرف كتصرف واحد أخر خير أمة أخرجت. نعم. للناس. صح، يعني لازم أكون أنا النموذج الصحيح. نعم. طيب خليني أخذ أختنا سوسن الطراوني وأعود أيضا للأستاذ محمود اللي شارك في حرب فلسطين. أختنا سوسن مساء الخير. خير، يعطيك العافية. كيف حالك ستي؟ الحمد لله، نشكر الله. كيف حالك؟ الله يخليك، تفضل. الله يخليك ويبارك فيك. أول شيء أنا يعني كثير بشكرك على استضافة الدكتور عادل، وأنا كثير فخورة فيه، وأنا بقبله على راسه لأنه يعني كثير يعني ساعدنا وعلمنا أشياء كثيرة، وأنا يعني عن جد بقبله على راسه، وبتمنى أكون جزء من خلاه عادل، والله يا ربي يوفقك ويطول عمرك ويرزقك، والله يا ربي يقدرك على فعل الخير يا خالي. الله يبارك فيك يا اختي. والله هذا الله يبارك فيك يا سوسن. الله يا ربي يسعدك. اشكرك يا خالي. شكرا يا سوسن، الدعاء والله ان شاء الله يوصل من القلب. شكرا ستي، من القلب. نعم. للسماء يا سيدي هذه ان شاء الله. والله ما شاء هذه الدعوات البريئه يا دكتور، قد ما عملت الناس. الله يعطيك وجزاك خير. خلينا ناخذ شخص يعني ان شاء الله من الناس اللي حارب في فلسطين، من الشرف نسمع صوته. استاذ محمود مساء الخيرات. مساء الخير يا استاذ محمود. نتعرف على الاسم الكريم بس. هلو. سامينك بس علي الصوت شوي.
مساء الخير. الله يسعد هالمساء، نتشرف باسمك. محمود حمد المواجه. والنعم من نعم استاذ محمود. الله يخليك. بمسي عليك وعلى الدكتور عادل. نعم. وانا من اللي حاربوا داخل الصور. نعم. في 67. يا الله. وبعرف يعني كنت نائب استخبارات يعني مساعد ضابط الاستخبارات. نعم. والجماعة اللي الدكتور عادل ونبيه بيك التحيمات. نعم. ونوابو قعود هذولا كانوا على يمين المعركة يعني من من باب العمود لعند الشيخ جراح. نعم. يعني انت من الناس اللي كان لك شرف المشاركة بالحرب. يعني ما بقدرش احكي وبعرف علي بيك الفايز الله يرحمه قلبت وانتقلنا عم كيس ولما كمان الثاني استشهد منصور بيك استشهد بطبق مكيس. نعم. كان طالع من العدسية المعركة كانت شغالة وعلى المعسكر تبع الطبق مكيس وناكو طالع يمكن المغرب اجت قذيفة في السيارة كان معه السايق وكان معه العريف تبع اللاتركي وصاوب السايق في عينه اسمه جميل بداح. نعم. من الأغوار الشمالية. نعم. وإحنا وأنا والشريف غازي الله يرحمه رحنا جبنا منصور بيك من الطبق في الليل الساعة 1 في الليل بعد استشهاد. كانت الكتيبة تتصل معه وما كانوا يعرفوا عنه. وما الجهاز كان أستاذ محمود. أستاذ نعم. محمود. نعم. تسمح لي؟ تفضل يا سيدي. يعني أنا بتشرف إنه تحط تلفونك عند الزملاء في الجاليري وبتشرف فيك ضيف، إحنا كل شخص بيدافع عن الكرامة وعن الوطن والعرض والأرض هذا اللي بنعتز فيه، إحنا مش ناقصنا وظائف وكراسي على الفاضي، أنتوا الشرفاء، أنتوا اللي حميتوا الأردن وأنتوا اللي دافعتوا عن فلسطين، أنتوا اللي بتستحقوا التقدير والاحترام. أرجوك إنه تحط تلفونك خلينا نتواصل إحنا وياكم نشرف فيك ضيف، ما بدنا كل المعلومات اللي عندك بدنا نستفيد منها بحلقة إذا ممكن. شكرا أستاذ محمود. شكرا من الصلت أخونا أبو عفيف مساء الخيرات. الله يمشيك بنوار النبي يا أستاذ الصوت. محمود وبارك الصوت. الله فيك وإحنا من حي الدكتور المهندس عادل الطراوني الرجل العظيم الكبير والله معاملاته وطريقته ما شاء الله وتضحيته وحاليا فتح عياداته للناس الفقراء المساكين والله غير ربنا سبحانه وتعالى يجزيك الخير ويبارك له وماله وبعياله وباقاربه وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قل من أحب الله أحبه الله وحبب الناس به فإذا من هذا المنطلق الناس كلها بتحبه الدكتور والله يحفظه وتضحياته القوية والكبيرة اللي ضحاها في حرب الأعداء الصهاينة الذين قاموا بقتل المسلمين والذين قاتلوا بقتل الجنود نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظه ويقويه وهي أموره تحياتي لك يا أخي محمود. نعم. أستاذ محمود وللدكتور والله يعطيك بارك الله فيك بارك. بس بدي أشير شكرا بدي أشير أنه اليهود قتلوا المسيحيين والمسلمين ما خلوش حدا ما خلوش وذلك عدونا واحد. شكرا سيدي. بالله يا دكتور خليني أعود الآن للجانب الإنساني أنت. نعم. يعني الآن بتحمل وسام مشيك وسام. نعم. الجرحى وسام جرحى الحرب وهذا شرف تعتز فيه هذا أعلى وسام لكن في الأردن أجمل الأوسم اللي بتحملها شي هي الطلقات اللي في جسمي ما زالت موجودة هذه. نعم. هذه الأوسم اللي بيزين جسدك كله صحيح مشيك الحمد لله. طيب. نعم. الآن بدي أسأل في أمريكا البعد الإنساني احكي لنا عن مركزك الموجود بأمريكا. والله أنا مركزي طبي يعني حجمه كويس وأنا بيجي عندي كل شخصيات معظم شخصيات الولاية. نعم. يعني ناس حتى من ناسا عالجت ومرأة زوجها في كبير في ناسا والحمد لله يعني النجاح منقطع النظير. نعم. أنا كطبيب أنا مهندس أكثر من طبيب لأنه. نعم. الطب تبعنا هو هندسة عمود الفقري. نعم. بيسموه الطب اليدوي والطب الطبيعي جزء من الطب اليدوي والحمد لله نجاحات رائعة. شو المبدأ اللي بيشتغل عليه هذا؟ المبدأ انه اول شيء احنا بنخلص الناس من العمليات يعني بنبعد الناس عن العمليات. انت لا تؤمن بالجراحة في العمليات؟ لا في بعض حالات لازم الجراحة ضرورية بس انا لا اؤمن في المدسن اللي هو الدواء. نعم. انت بتعملش عمليات؟ لا
العمليات اللي أنا بعملها من الخارج، تعديل العمود الفقري بحيث تخلق ضغط داخلي، لأنه الديسك شو اللي طلعوا الضغط الإيجابي، فتعكس العملية تحط ضغط داخلي سلبي، بعون الله برجع مع برجع الديسك مكانه، بعدين بتسوي ألترا ساوند على المرابط على أساس تحافظ على الديسك يظل مكانه. يعني أنت كعملية جراحية سكين وتجرح ما فيه، ما فيش إلا الإيدين. نعم. ناجح هذا. وأنا بنصح في ناس كثير إنه لما يقول لك الدكتور والله ضروري العملية لك، خذ رأي آخر، خذ رأي ثاني، اطلع إنه حالتك ممكن إنها ما تحتاج إلى جراحة. عرفت كيف؟ معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة. منتشر هذا النوع من الطب في الخارج يا دكتور؟ لا والله أنا ما شفت عنا هون منه، ما فيش. في أمريكا حتى في أمريكا جديد طب نعم. بديل بسموه إحنا نعم. الطب البديل نعم. بدل من يعني هو الطب الدكتور العادي له مكانه نعم. بس إحنا أيضا كبديل، يعني عندك الخيار، شايف؟ أنت كطبيب 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 نعم. كطبيب ومتخصص، يعني شو بتنصح فعلا؟ أنا بنصح قبل ما أسوي العملية، لأنه العملية في لها مضاعفات. في التقيت في شاب في الكرك بقول أنا كنت في ألم وكنت أمشي، لكن كنت في ألم. الآن ما بمشيش والألم أكثر، وكل ثلاث أشهر بروح على المستشفى بقيمه الصديد منها. فأنا لو يعني شفته ممكن إني أقدر أساعده قبل العملية. يعني الآن فات الفوت فيه؟ انتهت، ما هو دخل وداخل انتهت. يعني في أطباء بارعين هنا يعني عندكم في الأردن بيقدر يسوي العملية بحيث أنها تكون كويسة. طيب أنت دكتور كل عام كل عام ترجع للأردن فترة 20 يوم أو شهر؟ والله أنا كل سنة بجي مرتين ثلاث، شايف؟ فبساعد أخواننا. في مثل عندنا في أمريكا بقول لك put your money where your mouth is، حط مصاريك محل ما بتحط ثمك. فأنا ما بجي هنا بعطي نصائح أو كلام، بجي بساعد اخواننا اللي يحتاج المساعده، من ناحيه ماديه، من ناحيه اخويه انسانيه، من ناحيه طبيه، من ناحيه هندسيه. انا موجود لمساعده بقدر امكاناتي. طب خليني اخذ الاستاذ منذر العزام ورد ارجع للبعد الانساني عند هذا الانسان الرائع اللي قدم لبلده ماديا ومعنويا، ايضا ما زال بيحمل في داخله يعني احلى الاوسن وافضلها واعزها. استاذ منذر العزام مساء الخير. يعطيك العافيه، كيف حالك يا سيدي؟ ألو، أسامينك تفضل. أنا بس بدي أشكر الدكتور عادل الطراونة نعم. على العمل التطوعي بدل أسميه وعلى جهوده. والله يا أستاذي العزيز إنه الدكتور يعني عمره 70 سنة ولكن شباب 20 سنة، يعني لما كان يساوي الحالات عندنا في بلدية الوسطية بالتعاون مع نادي الوسطية، يعني شاب يعجبه، واحنا فخورين هيك شباب اردنيين مغتربين نعم. يجب يقدموا كفاءاتهم للاردنيين، والله كله فخر واعتزاز نعم. بنبارك له ونستضيفه ان شاء الله بكره زي ما قال الاخ ابو قصي العزام بكره بجمعيه القرن ونلتقي فيه. نتمنى له التوفيق دائما وطول العمر له ولا امثاله ان شاء الله. انا بخدمتكم، انا لكم، انا عندكم، في كل ما استطيع انا راح اساعدكم. أنا هديت بقول للشباب هنا هديت الكرك إلى الشمال، وإن شاء الله بنظل أخوتنا على طول، أخوة راقية، أخوة طيبة بعون الله. شكرا شكرا أستاذ منذر العزام. إذا بكرة وين راح تكون جولتك؟ والله أعتقد بكرة في قم وقمين. يعني هذا عمليات أو خلينا نقول يعني علاج طبيعي للناس؟ نعم، يدوي، علاج يدوي. أنا مهندس عمود فقري، فهناك بروح عندهم نعمل يوم طبي، وهم جماعة يعني بيقدموا إلي كل المساعدات، بدونهم ما بقدرش أشتغل كثير.